فستان رانيا يوسف. فستان رانيا يوسف لسه ترندنج على السوشيال ميديا وكل الناس عماله تتكلم عليه، وهي طالعه تبرر وتقول ان الفستان قماشته كانت تقيله والبطانه خفيفه، فلما بتتحرك البطانه الخفيفه بتطلع وما كانش لازم المصور يصورها والبطانه بتطلع، وهري كتير كتير مش عارفين هنخلص منه امتى. في وقت واحده بتحاول كل ايفنت انها توصل مسج زي ساره عبد الرحمن ما حدش حاسس بيها خالص. جت في مهرجان الجونه ولبست دريس معمول من البلاستيكس وبتأيد بيه فكره الريسايكلينج اللي هي اعاده استخدام النفايات الورقيه والبلاستيكيه وما اكثرها في بلدنا عشان نقلل النفايات. حد حس بيها؟ صفر كبير. ما قستش البنت وجت في مهرجان القاهره السينمائي الدولي برضو الايفنت الثاني ولبست في الاوبننج دريسز جميله وديزاينرز معروفين وكل حاجه وتمام، وجينا في الاخر نحاول نوصل مسج ولبست فستان معمول قماشته من قماشه بسيطه من الوكاله وكان محتشم وبسيط ما فيهوش اي تطريز. بتقول مسج بيه البنت انه ممكن نلبس هدوم بسيطه سيمبل ونعيد استخدام هدومنا القديمه، مش لازم طول الوقت نقعد نشتري عشان نقلل من الاستهلاك، وبرده صفر كبير ومحدش حس بيها. بس احنا بنقول لك يا ساره ان احنا وناس كتير تانية حست بيكي، وبنقول لك برافو واستمري. شابو.